نحن اليوم عم تتمارس علينا وعليكم سلطة ديكتاتورية مدعومة ببعض المجموعات النيابية، ما عم ياخذوا بعين الاعتبار صلاحيات العائدة والمراكز العائدة للمسيحية. يعني بمعنى اللي إلن إلن واللي إلنا إلنا وإلن. هودي أهملوا الدستور وعملوا كل المخالفات المعقولة، مش سائلين لا عن قوانين ولا عن حقوق لأحد. فإذا نحن طلعنا من الديمقراطية إلى الدكتاتورية، والتعسف اللي عم بيصير اليوم هلا تنيني عم نسمع الصدى تبعه بالصحف بوسائل الإعلام، هودي كلهم عاجزين عن ياخذوا من أخذ أي قرار أساسي للمحافظة على البلد. كلكم بتعرفوا من بداية الأحداث بسوريا قديش نصحناهم حتى يحافظوا على سلامة لبنان. قالوا بالأول كل الحكومات اللي التالت كلتها من نفس الطبيعة. قلنا لهم أن تنقوا بنفسكم عن أحداث سوريا، نحن معكم، ولكن لا تنقوا بنفسكم عن عكار وعن طرابلس وعن الصيدا وعن إرسال وعن كل. ولكن مع الأسف كررنا كثير النداءات، فإذا توصلوا إلى ترك سيادة الأرض للمسلحين، للمجموعات اللي بلشت تخلق شوي شوي بعكار وبطرابلس وبعرسال. فإذا وصلت الحالة هونيكي لحد الفلتين، ساعتها اشتركوا فيها اللبنانية والمعنى فيها المقاومة اللبنانية اليوم يلي عم المقاومة اللي عم تنظف اليوم الحدود السورية اللبنانية يلي بوجع رسال، وإن شاء الله بيخلصوا قريبا من هالموضوع ونصير نهتم بأشياء تانية. بقى الأزمة التانية اللي نبهناهم عليها وما كانوا يفهموا هي أزمة النزوح إلى لبنان. حكينا كتير عن الأعداد اللي عم تفوت على لبنان وعن عدم قدرة لبنان بتحمل الأعباء، وكل يوم عن يوم عم بزيد العجز بميزانيتنا وعم تزيد المصاريف، والله أعلم لوين منوصل. عدا عن هيك هالأمور هيدي عم بتفكك الدولة، والدولة عم تنهار، مش عارفين لوين بعد منا نوصل، وخاصة وقت اللي عم يتصدوا للأشخاص الكفوءة إنها ترجع تساعد على إصلاح الوضع، الوضع كرماله عم يتدهور. عم نسمع كلام كثير باليومين الأخيرين عم ينصحونا نروح ندبر وطن. نرحل نحن وياكم لإله، بس مش عارف بدي اخذكم معي كلكم ولا بدي روح نسكن على حسابه. نحن ما راح نترك لبنان طبعا، لانه داعش بعد ما وصلت لهون وما راح توصل ما نشوف اللي عم ينصحنا وين هو بده يروح. هودي ما عندهم وطن،
هويتهم بدفتر شيكات موضوعين ومصرياتهم بمصرف، هيدا وطنهم. بيرحلوا مع الشيكات وبيلاقوا وطنهم بالبنك المهربين مصرياتهم لإله. بيتركوا الوطن لأنه منه وطنهم. سكان في لبنان هودي مش رح يدافعوا عنه. نحن أولاد الأرض، لبنان أرضنا الأم، ونحن الوحيدين من نحافظ عليها. إذا هن مش سئلانين نحن سئلانين، هن بيتركوا ونحن بنبقى. كثر الحديث عن الجيش وعن قيادة الجيش وعن قائد الجيش. بالواقع القيادة الجيش ككل فيها فراغ، فيها فراغ بقائدها طبعا وبالمجلس العسكري، كل أعضاء منهم شرعيين. نحن بالواقع دائما نحن منشكل الدرع الواقي للجيش، ودائما نحن منحاول نرفع معنويات الجيش، وكنا دائما الى جانب الجيش في كل المواقع، بطرابلس، بعكار، بعرسال، بعبره، وين ما كان كنا معه. وعم نسمع افكار وعم نسمع تعليقات غير صحيحه اطلاقا. نحن بس ما بيكفي نكون معه للجيش لما بيقاتل، نحن بمجلس النواب معه، نحن عم ندافع عن حقوق الافراد، عم نسعى لتسليحه بس بدون عموله. بس هيدا مش معنات اذا بدنا نحن نحافظ على الجيش وعلى معنوياته، واحيانا نتغاضى عن بعض الاشياء يلي بنعتبرها هي مهمه ولكن اقل اهميه من اللي عم بيصير حاليا. ما فينا نسكت عن الاشياء الخطيره يلي عم تصير بالتلاعب بقانون الجيش يلي له كثير نتائج سيئه على الجيش وعلى المواطنين وعلى مخالفة القوانين اللي عم تحدث في كل القطاعات. ولكن بهالأيام زادت القصة، صارت الاستنسابية بتطبيق القانون هي القاعدة. في حنا يرث ويوسف لا يرث، علي يرث وعلي لا يرث. نحن بنعرف انه التمديد لقيادة لقائد الجيش منه شرعي ولا قانوني ولا له أي صفة، وخاصة كمان لبعض الضباط معه مثل رئيس الأركان، مدير المخابرات، مدير قوى الأمن الداخلي. أخيرا هيدا كله بتمس بمعنويات الضباط، وخاصة يلي عندهم مستحقين، عندهم شروط التعيين يلي ممكن يتعينوا بهالمراكز الأساسية. السابقة والمخالفة بالإضافة إلى خطورتها القانونية تشكل خلل في المستقبل لتطبيق قانون الدفاع، وأخذت طابع مصلحة للأفراد وليس لمصلحة الجيش والقوات المسلحة يلي جعلوا السلطة من قائد الجيش والضباط الممدد لهم موظفين يومين عند وزير الدفاع والداخلية. عم بيحكي منيح، اسمعوا الكلمة، موظفين يومين ونزلوا من قيادات عند حصانة مجلس الوزراء إلى أجراء عند وزير الدفاع، بيقدر يبعثهم على البيت ساعة اللي بده، وصاروا مطيعين وملزمين برغبات الوزراء يلي هن
رؤسائهم المباشرين. يعني قائد الجيش هلا بيقول له وزير الدفاع تفضل روح على بيتك، هي دوار ابو ينضيه، ايه مجبور يروح على بيته، لانه مجلس الوزراء اللي عينه اعطاه حصانه ليوم اللي خلصت مدته قبل التقاعد. هلا ماشي، نحن ما فينا نقبل قاده مسؤولين معينين بهالوظائف الكبيره يكون شغلهم بهالحصانه يلي مفقوده، يلي اصغر ضابط بالجيش عنده حصانه ما بقى عنده اياها قائد الجيش، واصغر ضابط بقوى الامن الداخلي حصانته موجوده ولكن مدير قوى الامن الداخلي حصانته راحت. بقى نحن هالقرارات المهينه لاصحابها وللناس اللي بيمثلون صارت مهينه للغايه. لازم نحافظ على كرامة الوظيفة، الموقع السلطوي وعلى حصانته، ما بنحط ناس حصانتهم أقل من حصانة مرؤوسيهم، هيدا شيء ما بيجوز. هالقرارات المهينة لأصحابها يجب أن تلغى، يلغوها أو ما بيلغوها رح منضل نحن على حق، والحق لن يهزم. عجتوا وعجلوا.